كيفك يا جيت؟ أنا مذنب. وأنت؟ أنا مو مذنب بشي يا جيت. عم تحكي جد؟ بس هالزنزانة عم تقول غير هيك. الحديد ما بيعرف شي وما بيقدر يفرق بين الصح والغلط. طيب وأنت يا أخي؟ أنت فيك تفرق شو الصح وشو الغلط؟ كل عمرنا ونحن منعرف إنه أنا الصح وأنت الغلط. شو صار هلأ؟ ليش أنا بالزنزانة وأنت لساتك برا؟ بس ما رح تطولهم. ليك يا جيت، مستعد أعمل أي شي بالدنيا لحتى طالعك. طيب ماشي، يعني رح يضل في مكان فاضي بالسجن، بس لمين هالمكان؟ نصيب. أي نصيب؟ مزبوط، مثله مثل كل شي صار فينا لحد هلأ. في شغلة واحدة بدي أقولها، أنا قضيت حياتي كلها عم دافع عن الحق وعن العدالة. بعمري كله ما سمحت لا لحالي ولا لابني أو مرتي إنه ناكل لقمة حرام أو نفوتها على بيتنا لو بدنا نموت. هاد يلي تعلمته، هاد يلي تعلمته من أبي الحلاق الشريف. بس أنت أبوك مين؟ قول اللي أنت مين أبوك؟ أنا أبي الحلاق الشريف نفسه. فهمني ليش لك ما عم حس بهالشي أبدا. وطي صوتك للصريخ. اسكتوا لك. أنا النائب يا ولد، أنا بكون النائب يجيت أصلاً. ما بيصير ترفع صوتك علي. تعال شوف وقلي شو اسمك ورقمك. يا جيت، تعال قلي شو اسمك وشو رقمك وأنا رح أعلمك كيف بتحكي مع النائب. يا جيت، يا جيت، نحن من نفس الدم، أنا وإنت قلنا نفس الأب. ما تنسى هذا الشيء أبدا. عم تفهم علي؟ إذا أنت هون فأنا مسجون مثلك. باليوم يلي صرت فيه نائب ما قدرت نام ابدا، بتعرف مشان شو؟ بليلتها ما نعست بنوب، طول الليل ضليت فايق وعم فكر. ليلتها حسيت انه كل ايامي القديمه صارت بكيس، عم استنى يجي الصبح لحتى ارميهم اخلص منهم، وناطر البس البدله الجديده، البس بدله النائب. ما حسيت اني نائب، حسيت حالي ولد صغير وعم يتفرج على تياب العيد وناطر يلبسها، وعم قول لحالي شوف يا جيت. كنت مثل الولد يلي فرحان بموت العيد. اللوحة يلي على مكتبي وعليها اسمي هدية من سونا، هي بإيدها حطتها وكانت طايرة من الفرح. يومها تسحبها شوي على اليمين وترجع تسحبها كمان شوي على اليسار، يوم كامل بقيت عم تحركها وتنظفها بإيديها. كانت فخورة بشغلي الجديد، فخورة بزوجها، فخورة بأبو ابنها، وعيونها كانت عم تلمع. بس هلأ شو بدها تعمل؟ كيف بدها تشوفني هلأ؟ تشوفني قتل؟ فرهاد عم تقدر شو اللي صار فيني وبعيلتي؟ صعب انه تفهم، لأنه أسلوب حياتك غير. انت غرقان بالعتمة، أنا غرقان بالضوء وانت بالعتمة، أنا الأبيض وانت الأسود. لا توسخ حياتي، عم تسمع؟ لا توسخ اسم عيلتي. لما انت فتت على السجن مو قلت لي اصلي اماني عندك؟ انا حافظت عليها، بس ما بقدر امنك بابني اوزغور ولابسونا لانك مو قد الامانه، مو قدها، لانه انت مستحيل تتغير. انت كل عمرك ما قدرت تحافظ على اماني وحده. ليك تركني وروح سوادك، وما ترجع تفكر تقرب مني، لأني بدي أبقى أنا وعيلتي عايشين دينتنا البيضة.
حسيت بوجعي؟ لو سمحت بعت لي عنوان البيت برسالة. تمام، معناها أنا منتظر خبر منك. ما تقلق. ما تطلع فيني هيك يا شب، فجأة حسيت إنه في حدا بحاجة لإلي، فقلت لازم اترك كل شي بإيدي وروح شوف الشاب اللي شاركت أنا وياه نكهة الحريق بالجمر ونكهة العلاج بالمرهم. برأيك ما لازم أعمل هيك؟ كيف وصلت لمكاني؟ هالقصة سهلة كتير. نارك حرقت الطريق اللي مشيت فيها يا شاب، أنا بس دورت على النار ولحقتها فوصلت لعندك. تفضل، شو بتأمر أزاد بيك؟ هالوقت هو أحسن وقت لأكل المحار صح؟ جيب لي وجبتين كبار من المحار. أمرك يا بيك. شكرا. تعرف أنه مخلوق المحار هو أكثر مخلوق بحري مجنون، مستحيل يمسك بالإيد، وصيدها بده صبر كتير. قال من زمان كان في محارة مجنونة بالبحر، طلعت لقدامها وشافت طعم معلق على السنارة، فوراً مسكت هذا الطعم. وقت اللي مسكت الطعم انهزت السنارة، فالصياد سحبها بقوة لفوق. المحارة اندهشت وما عرفت شو عم يصير، وبعدها مسكها الصياد وزدتها بسطل بلاستيك صغير لونه أزرق. وقتها المحارة قالت كل شي انتهى، خلاص ما في فايدة، أنا متت. بعد شوي إجا رجال لعندها، مد إيده جوات السطل ومسك المحارة رفيقتنا ورجع رماها بالبحر. قال له صياد شو عم تعمل انت؟ الرجال رد عليه وقف مكانك واسمع اسمع، لو شي يوم كنت انا محبوس بسطل صغير لونه ازرق مثل هاد وحسيت انه ما في امل مثل ما حست المحارة، واجا على غفلة حدا حملني بايده ورجعني على المي الكبيرة، بكون ممنون لإله ولا لا؟ ليش عذبتي حالك بنتي؟ انت من غير شي تعبان. مو مشكلة، يسلموا ايديكي. الف صحة وهنا. ليش مكتوب انه يصير هالشي معنا يا تارخانوم؟ يعني شغلة مو سهلة تتزوجي واحد بيشتغل بالقانون، لازم تصبري وتكوني قوية. خالي واخي رح يطالعوا يا جيت من السجن، انت ما تخافي ابدا. يا ريت فيني يا جلسوم، بس أنا ما بقى متأكدة من شي أبداً، يعني ما بعرف إذا في شي عدو أنا ما بعرفه هو عم يتقصد يعمل هيك بزوجي. لا 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 عدو ولا شي، ما تشغلي بالك بهيك قصص. حتى إذا كان في عدو ورا هالمشكلة رح ياخد جزاء وما تخافي. كمان نحن رح نبقى معك وما رح نتركك أبداً، ما تخافي أخي رح يطلع من السجن بسرعة، كمان فرهاد مستحيل ما يعمل شي من شانه. بتمنى بتمنى. أخي كيف وضعه؟ أكيد بيكون مقهور هلأ ما هيك؟ ما قدرت شوفه أبداً، حتى ما بعرف إذا بحب شوفه وهو بهالوضع أو ممكن دايقه. أنتي بتبقي مرته لهيك دائماً بيحب يشوفك، أنتي إذا مسكتي إيده لدقيقة واحدة نفسيته بتتحسن. تمام. طيب إذا هيك في إلي عندكم طلب. فيكن تضلوا مع أزجور لحتى روح شوف يا جيت شوي وأرجع؟ ايه منضل أكيد، حتى إذا الولد ما أكل لسه نحن منحضر له أكل فورا. بدي أقول لك بلغي سلامي لابني، بس الأفضل يضل هالشي بيننا.